ما لا يختلف حوله المهتمون، تفشي فيروس كورونا أدى إلى تغيير الركائز التي بنيت عليها المجتمعات الحديثة، ومنها انقطاع الأطفال عن الدراسة، إذ تعتبر الفئة الأكثر تضرراً من هذا المرض، فهم يواجهون الوضع الجديد بصمت، وخاصة أنهم يعانون بأقصى تبعاته ألا وهي حرمانهم من الفصول الدراسية. ولقد رأينا الآثار المترتبة عن عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة، والتي تتجاوز الملل وفقدان التواصل الاجتماعي، ويمكن لأي طفل أن يعاني من آثار سلبية وخيمة على قدراته الإدراكية والمعرفية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان التعليم من الأولويات فلا يمكننا أن نغفل أن الجانب الترفيهي هو أيضا ضروري بالنسبة للطفل، لأنه يساهم بصورة كبيرة في بناء شخصيته وتدعيم إرادته نحو النجاح. كما نعلم أن مرحلة الطفولة هي مرحلة حساسة وحرجة، والتأثير فيها يكون الشخصية المستقبلية للطفل. وهنا السؤال المطروح، أليست لدينا القدرة على التنشيط عن بعد والقيام ببرامج في الإذاعات التلفزية؟ هذا إن لم نتحدث عن المخيمات الصيفية والتي تحظى باهتمام كبير وتعتبر متنفسة بالنسبة للأطفال، حيث يتمتع الطفل بأنشطة متنوعة تعبر عن إبداعاته وابتكاراته في الترفيه والهوايات المتنوعة وتحسين حسه المعرفي. وهذا كله تعزيز لشخصية الطفل وتقديرها ومساعدته على تحقيق ذاته بسلام.